الحكومة بشرت اللقاءات ديالها، خاصة اللقاءات اللي كان علن عليها السيد رئيس الحكومة مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم. وهناك اشتغال مكثف في هذه الساعة بالضبط، هناك اجتماع آخر وكان اجتماع بالأمس، والهدف من هذه الاجتماعات كلها كيفما قلت سابقا هو بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي ديال قطاع التربية الوطنية والتعليم، هو الهدف تقدم في مختلف النقط التي مطروحة والتي تثير يعني تخوفات وتثير تساؤلات عند نساء ورجال التعليم. فاللي نقدر نأكد الآن هو أن النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي، وسوف يعني نسرع الخطى من أجل أن يعني أن نتوصل إلى اتفاق سريع مع هؤلاء النقابات جميعا، ولكي نحقق الأهداف ونحقق يعني ما تتطلع له رجال ونساء التعليم، اللي في الحقيقة الحكومة تكن لهم كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع. الدعم ما كاين حتى شي عراقيل في المنصة، بالعكس هناك إقبال كثيف على هذه المنصة التي أطلقتها الحكومة يوم السبت الماضي. الآن انتهينا من المرحلة ديال إصدار جميع القوانين وجميع المراسيم، والمنصة الآن تشتغل بشكل طبيعي وعادي وتتلقى الطلبات، والطلبات اللي غادي تلقاها سوف يتم البت فيها بشكل سريع، وسوف يتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل على الأقل SMS التي تؤكد هذا الموضوع. فمطمئنون يعني الإيقاع ديال العمل اللي موجود الآن في هذه على مستوى هذه المنصة. الضريبة على الدخل إن شاء الله غادي تكون إن شاء الله في قانون المالية السنة المقبلة إن شاء الله، وغادي يبدأ عليه النقاش إن شاء الله ابتداء من السنة المقبلة. شكرا لكم. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.